طبعا الدورة الثالثة لمعرض الكتاب المغاربي لمدينة وجدة هي استمرارية للأسئلة التي نطرحها في يعني في فلسفتنا للمعرض. ففي الدورة الفارطة كان الموضوع هو مقاربة الكوني، يعني كيف يمكننا نحن كثقافات وكمجتمعات أن نفكر في اختلافنا بالمقارنة مع الثقافة المعولمة. وبالنسبة لهذه السنة طبعا في استمرارية بالنسبة لهذه الأسئلة المجتمعية والثقافية والفكرية طرحنا مسألة الإيصال من جيل إلى جيل، لأننا نعرف أن مشكل مجتمعاتنا اليوم هي أن هناك قطيعة بالنسبة لنقل القيم، نقل المعارف، نقل الثقافة إلى آخره. وبالتالي كان تفكيرنا يعني يتمحور حول أربعة محاور. المحور الأول يتعلق بالمعرفة، كيف تنتقل المعرفة من المدرسة من الأسرة في الأدب إلى آخره. ثم المحور الثاني يتعلق بمسألة الحدود، لأننا يعني نعرف هناك مشاكل الهجرة، المغرب يعني كبلد يستقبل مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وينبغي أن نطرح سؤال الهجرة بالنسبة لثقافتنا عفوا، يعني هل هناك إسهام لهذه الثقافة إيجابيا أم أنها مساهمة سلبية إلى آخره. ثم هناك المحور الرابع يتعلق بالترجمة، يعني الترجمة لأنها تلعب دور أساسي فيما يتعلق بنقل العلوم، نقل الآداب، نقل الفكر السياسي إلى آخره. ثم تطرح أيضا مشكلة يعني الحالية مثلا التي نعيشها في المغرب، يعني سؤال هل يمكن اللغة العربية أن تنقل العلوم أم فقط هي الفرنسية أم الإنجليزية. فبالتالي يعني الأسئلة تدخل في يعني في سياق يعني محلي ومغاربي وإفريقي ودولي، يعني أن المعرض ليس منقطعا عن العالم بل يفكر انطلاقا من مكانه في أسئلة يعني المغرب والمغرب العربي والعالم العربي وإفريقيا ثم العالم. ثم المحور الأخير هو محور الموروث. بالنسبة للعدد المشاركين هناك أكثر من 300 مشارك، يعني من 30 دولة مختلفة. ثم هناك ضيف الشرف هذه السنة اللي هو الكاميرون، وطبعا لأن هناك توجيهات ملكية بالاهتمام بإفريقيا، لذلك ففي الدورة السابقة كان ضيف المعرض هو ساحلاج، وفي هذه السنة الكاميرون، لأن لا ينبغي أن ننسى أن المغرب أيضا بلد إفريقي، يعني نحن لسنا بلدا أوروبيا، فبالتالي يعني المكون الإفريقي بالإضافة للمكون العربي والأمازيغي إلى آخره هي مكونات أساسية من هويتنا، وتدخل أيضا في تصورنا بالنسبة لبرمجة المواضيع والضيوف المتعلقة بهذه الدورة.